نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. والتي نبدأها حيث وسعت وحدات من الجيش نطاق سيطرتها باتجاه الطريق الواصل بين مطار دير الزور والأحياء السكنية في المدينة بمنطقة المقابر، ودمرت آليتين للإرهابيين، وسيطرت ناريا على إحدى تلال الحاكمة المشرفة على نقاط تحصن وانتشار الإرهابيين على طريق المطار. ونفذ الطيران الحربي غارات على تجمعات وتحصينات تنظيم في مناطق المعامل والمقابر والثردة والمهندسين والحسينية وأحياء الحميدية والعمال والحويقة والراشدية والجبيلة وبلدة الصور قرب الحدود الإدارية مع محافظة الحسكة، أدت إلى تدمير عدد من الآليات وإيقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين. 700 شاب من أهالي بلدة السرغاية بريف دمشق يقومون بتسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم للانضمام للمصالحة الوطنية، لتعلن بذلك السرغاية خالية من السلاح الغير الشرعي. تتسع يوما بعد يوم المساحة الجغرافية التي تتخلص من السلاح غير الشرعي وتنطلق في طريق عودتها للحياة الطبيعية عبر عمليات التسويات والمصالحات الوطنية، وخاصة في قرى وبلدات الريف الدمشقي، لتنضم لتلك التسويات بلدة السرغاية في أقصى الشمال الغربي لريف دمشق، والتي عانت لمدار 4 سنوات من الوجود المسلح والترهيب لسكانها، واليوم بدأت ترى النور بانضمام المئات من شبانها المصالحة الوطنية بتسليمهم سلاحهم وتسوية أوضاعهم. سرغاية عودتها إلى حضن الوطن، وتمت مصالحة مع أهالي مدينة سرغاية. طبعا أهالي مدينة سرغاية هون كلهم مع الدولة بالكامل، ولكن كانوا محتجزين لدى بعض الغرباء عن هذه المنطقة اللي تم ترحيلهم بالأمس باتجاه إدلب. في إطار هذا الإنجاز الذي نصل إليه اليوم في بلدة سرغاية، تصل المصالحات الوطنية إلى اكتمالها والمصالحة المحلية اكتمالها في الريف الغربي. كل القوى التي كانت رديفة للجيش العربي السوري أيضا، كل هذه القوى لها الشكر والتقدير على هذه الجهود. أن بحدود 700 مسلح، هؤلاء نصفهم أو أكثر انضم إلى صفوف الجيش العربي السوري، الآن سيسلم سلاحه ويعود يستلم السلاح ويقاتل جنبا إلى جنب إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة، والباقي سيسلم سلاحه ويجلس في بيته. تسوية سرغاية مرت عبر مراحل عديدة شبيهة بتسويات الريف الغربي لدمشق، بإخراج 240 شخص إلى إدلب، بينهم 80 مسلحا من الغرباء لم يرغبوا بالانضمام للمصالحة، إضافة إلى تسوية أوضاع 700 شاب ممن حمل السلاح ليعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية. ضبط أوضاعنا ونجح حضن الوطن وخلصين من الأمور هذه كلها. أنت حامل السلاح معك؟ إيه حامل السلاح. ليش تميت حامل السلاح؟ ما ضليت، ما شغلت بشي سنتين. ووصلتوا لنتيجة شفتوا انه كان 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 خيارك صحيح ولا خطأ؟ لا هلا صحيح، باين هلا انه احسن من قبل. ليه؟ لا ما رجع، رجعنا الامان وكل شيء، لا في مسلحين لا في شيء ولا في ابدا، وغلطنا اول شيء وهلا ارجعنا. نحن جايين على المصالح. ليش عم تصالحوا؟ تغرغر فينا، نحن بدنا نحمي بلدنا ولا حدا يفوت عليها من المسلحين ولا شيء. صح انه ترجع لبلدك واهلك وناسك، هذا الصح. يعني توقف مع اهلك ولا توقف مع الغريب؟ او بتقتل اهلك يعني؟ مشان شو؟ مشان مين؟ كل الدول عم تلعب فينا، كلها. فلذلك بنصح كل انا كل من عم يسمعني انه يرجع لحضن الوطن لاهله، لانه اهلك ابدا من كل الناس. طب انت من جوا مبسوط انه انت رجعت؟ اكيد لو ماني مبسوط ما جيت. امبارح اجوا باصات اللي اخذينه عدلب، كان بامكاني فيلم هون عدلب انا، بس يعني في شيء اسمه حد وغلط يعني، وشفنا الغلط بعيوننا حوج يعني، بعدين وين يعني حوج الناس يعني، كل الدول عم تضحك فينا وتلعب فينا ومشان مين يعني؟ نحن شعب بدنا السلم، بدنا روحنا، بدنا نعيش حياتنا، بس ما بدنا اكثر من هيك. قسم كبير ممن سلم سلاحه أبدى رغبته بالانضمام لصفوف الجيش العربي السوري ليشارك بحماية بلدته ومحاربة الإرهاب، إيمانا منه بدرب الحق وأهمية المصالحات كحل جذري.
مدينة جديدة تنضم إلى سجل المصالحات الوطنية التي تتميز بها محافظة ريف دمشق بتسوية أوضاع سرغايا بأقصى ريف الشمال الغربي لدمشق، بتسوية أوضاع 700 شاب من هذه البلدة كحل يحمي بلدتهم ويخفف الدمار فيها ويحقن الدماء ويسرع من عودتها إلى الحياة الطبيعية. لأخبار تلفزيون عربي السوري من على أطراف بلدة سرغايا بريف دمشق، إسماعيل أحمد. في إطار الدعم الحكومي لأهالي حي السحاري بمدينة درعا والذي يتعرض منذ 10 أيام للاعتداءات الإرهابية من قبل إرهابي جبهة النصرة، وجهت محافظة درعا اليوم بتوزيع 300 سلة غذائية لسكان الحي. الجهات المعنية قدمت كافة الخدمات لحي السحاري من مازوت، غاز، مواد غذائية تموينية. اليوم الهلال الأحمر يقدم السلة الغذائية لهذا الحي. اليوم مثل المشاهدين طبعا بتوجيهات السيد محافظ درعا يتم توزيع على الأهالي المنكوبين حصص غذائية. نتيجة الظروف اللي مر فيها هذا الحي تحديدا بالفترة الأخيرة، تم طبعا في صعوبة بالغة بخروج الأهالي أو رجعتهم إلى منازلهم، لذلك أثر السيد المحافظ على التوجيه مباشرة بتوزيع سلة غذائية لأهالي الحي الموجودين والمستمرين بتواجدهم في هذا الحي. نقوم بتأمين كل الخدمات للأخوة المواطنين، لن نبخل على أي مواطن بأي خدمة بالمطلق ليلا نهارا. قمنا بزيارة أبناء أهل الحي الصامدون في وجه الإرهاب وعم نقدم لهم المساعدات الغذائية. هذا اليوم التحدي وكل يوم تحدي بالسنتين وانتوا عم تتحدوا. الحمد لله الكهرباء رجعت للحي بشكل شبه كامل، يعني مشكورة طوارئ الكهرباء، مشكور الإسعاف، طوارئ الإطفاء، كلياتهم مشكورين، قدموا خدمات، والهلال الأحمر ما قصر كمان، ما حدا قصر، المازوت موجود وغاز، اجوا وزعوا علينا غاز ووزعوا مازوت، كل شيء الحمد لله مؤمن، الحمد لله ما في أي نقص. بجولة قصيرة بحي السحاري أثناء توزيع المعونات الغذائية على أهالي الحي المنكوب اللي هو حي السحاري. هالة محاميد لأخبار التلفزيون، حي السحاري، مدينة درعا. وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري إلى جنيف اليوم للمشاركة في الحوار السوري السوري، ومن المقرر أن تبدأ جولة الحوار السوري الجديدة في جنيف غدا برعاية الأمم المتحدة. وكان مايكل كونتيت مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا أعلن أمس أن الأخيرة يضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بمحادثات جنيف. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني استمرار دعم بلاده لسوريا في مختلف المجالات، مشددا على أن أحلال السلام والاستقرار في سوريا يصب في صالح فلسطين والمنطقة. وهنأ الرئيس روحاني خلال لقائه في طهران رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، هنأ بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهابيين. ولفت روحاني إلى أن فلسطين من أهم قضايا العالم الإسلامي، ونأمل أن يتخذ المؤتمر خطوة مهمة في مسار حل قضايا المنطقة. من جانبها أعربت الدكتورة عباس عن تقدير الحكومة السورية والشعب السوري للرئيس روحاني لدعم إيران المتواصل لسوريا، مؤكدة أنه كان لهذا الدعم الدور الكبير في المنجزات والانتصارات المحققة. وقالت عباس: حملني السيد الرئيس بشار الأسد أطيب تحياته وتقديره لسيادتكم ومن خلالكم إلى سماحة الإمام السيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران على الدعم المستمر لسوريا في مواجهة الحرب الإرهابية السافرة التي يتعرض لها الشعب السوري منذ أكثر من 6 سنوات، وقد أثمر التعاون والتنسيق السوري الإيراني ومع روسيا الصديقة في تحقيق إنجازات استراتيجية في دحر الإرهاب وإفشال المخطط الإرهابي العدواني ضد سوريا والمنطقة بكاملها. كما التقت الدكتورة عباس علي اللاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مؤكدة أهمية تعاظم وتطور العلاقات بين البلدين، وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون وفتح قنوات تواصل لاستثمارها في معركتنا السياسية التي لا تقل شراسة عن المعركة الميدانية.
من جانبه أكد لاريجاني استمرار دعم بلاده للشعب السوري حتى تحقيق الانتصار وعودة الأمن إلى سوريا، مشيرا إلى أنها ستحقق النصر على الإرهاب بفضل تضحيات وصمود الشعب والقيادة السورية. واعتبر لاريجاني أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العالم الإسلامي الأولى، وأن سوريا التي هي في خط المقاومة الأول كانت ولا تزال تدافع عن القضية الفلسطينية. بدوره أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال استقباله الدكتور عباس أن إيران كانت ولا تزال وستبقى إلى جانب سوريا في محاربة الإرهاب حتى تحقيق النصر. وأضاف شمخاني: نبارك للشعب السوري والقيادة السورية الانتصارات الميدانية على الإرهاب وداعميه. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن سوريا لن تسمح للإرهاب التكفيري بأن ينتصر في المنطقة، داعيا إلى القضاء عليه قبل أن ينتشر إلى جميع مناطق العالم. وقال المهندس خميس في حديث لوكالة يهرع الإيرانية للأنباء نشر اليوم إن انتصار حلب التاريخي ليس للشعب والجيش العربي السوري فقط، بل يعتبر انتصارا لجبهة المقاومة وأصدقاء سوريا، موضحا أن هذا الانتصار غير المعادلات ضد الإرهاب والتكفيريين ومن يدعمهم. وثمن المهندس خميس دور الإعلام المقاوم الذي وقف طيلة الأزمة في سوريا وقفة حق إلى جانب الشعب السوري وقضيته، مشددا على احترام الشعب السوري وتقديره لجميع الشعوب التي وقفت إلى جانبه في هذه الأزمة. دعما لمخزون القمح في سوريا ولأشهر طويلة، قامت الحكومة بتحويل مبلغ 52 مليار ليرة إلى المؤسسة العامة للحبوب لتمويل شراء 400 ألف طن من القمح. ومنذ قدومها قبل 7 أشهر تحرص الحكومة على أن يبقى القمح متوفرا بمخازين جيدة، حيث توليه عناية مباشرة ومتابعة حثيثة لضمان تأمين الرغيف اليومي لجميع المواطنين دون أي انقطاع. وكان الإنتاج المحلي يصل إلى 2 مليون طن تكفي حاجة الاستهلاك المحلي ويصدر قسم منه، ولكن بسبب الحرب الإرهابية على سوريا تراجع الإنتاج وتحولت إلى بلد مستورد للمادة. وكانت الحكومة الحالية اتخذت قرارا بإعادة الخبز إلى لونه الأبيض ما حسن من جودته، وبتكلفة وصلت إلى 15 مليار ليرة تم تغطيتها من وفورات بيع النخالة. التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله غربي العاملين في القطاع التمويني بحمص مخابز ومطاحن، حيث طالبوا بتأمين الكهرباء لمطحنة الهلال وزيادة عدد العاملين الاختصاصيين من الفنيين والعمال والمهندسين وخريجي التجارة والاقتصاد، وتنفيذ دورات تدريبية للفنيين وتحسين نوع الخميرة وزيادة الحوافز وطبيعة العمل ووسائل النقل وكميات الطحين للمطاحن وتثبيت العمال. وأكد الوزير الغربي على دراسة جميع المطالب والعمل لحلها بالسرعة القصوى. كما التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أهالي كفرية والفوعة المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة بمدينة حسياء، واستمع إلى مطالبهم والمشكلات والصعوبات التي تواجههم. كما افتتح الدكتور الغربي والمهندس عمار محمد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة بحمص اليوم 5 صالات في مدينتي حمص وحسياء، وذلك بهدف تأمين مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وتحقيق التدخل الإيجابي في الأسواق. افتتح اليوم الدكتور عبدالله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صالة لبيع المواد الغذائية في مركز إيواء بمدينة حسياء الصناعية، وجال بمرافقة أمين فرع الحزب ومحافظ حمص وعدد من المدراء المعنيين على مركز الإيواء، واطلع على مطالب وحاجات الأسر المهجرة. وفي مدينة حمص افتتح الوزير الغربي 3 صالات لفرع المؤسسة السورية للتجارة بهدف التدخل الإيجابي في السوق، وهي الوثبة في حي عكرمة ومجمع تشرين في جورة الشياح والشهداء في حي وادي الذهب. اليوم نحن بمجمع تشرين اللي خرج عن الخدمة بعد العمليات الإرهابية التي صادفت مدينة حمص. بعد 7 سنوات أعدنا تأهيل هذا المجمع
وسنعيد الحياة إلى وسط مدينة حمص. هذا المركز يكتسب أهمية خاصة، هو عودة الحياة إلى وسط مدينة حمص التجاري. في هذا الموقع سنشهد في القريب العاجل مئات من المحلات التجارية تعود لفتح جميع هذه الأسواق. وفي ختام الجولة اجتمع الوزير الغربي مع عدد من العاملين في القطاع التمويني بحمص واستمع إلى مطالبهم. نحن اليوم بمدينة حمص، ساوينا جولة بمدينة حسياء، التقينا مع أهلنا بكفرية والفوعة وفتحنا هناك صالتين لتخديمه، وبحمص ثلاث صالات. أعتقد بهالمكان نحن الواقفين فيه في حمص القديمة، قبل ثلاث شهور كنا هون مع السيد المحافظ، كان حجم الدمار الهائل الركام. بعد ثلاث شهور عم نفتح صالة مثل ما انكم شايفين، عم نقول انه الحياة عادت الى حمص القديمة، رمز الانتصار. هني هدموا ونحن بنينا، وان شاء الله كل سوريا بترجع مثل هالصالة حلوة ونظيفة. تهدف الحكومة السورية من خلال افتتاح هذه المؤسسات إلى كبح ارتفاع الأسعار وموازنة العرض والطلب على المواد الغذائية والتموينية في السوق. مجلس الشعب يناقش في جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس نجلة أنزور أداء وزارة التنمية الإدارية والقضايا المتصلة بعملها. تقرير بلال معروف. ناقش مجلس الشعب أداء وزارة التنمية الإدارية والقضايا المتصلة بعملها، وعرض وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري خطة الوزارة في العمل على التأهيل المؤسساتي وتنمية الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص، مبينا أن الوزارة تعمل على صياغة تعريف الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات استنادا إلى التحليل الإداري. عندما بدأنا العمل في التأهيل المؤسساتي وجدنا أن هناك الكثير من التعاريف التي اعتادت عليها الإدارة العامة، تعاريف غير متوافقة وغير مكتملة. موضوع الهيكل التنظيمي كان هو الشغل الشاغل لمؤسساتنا ولمشروع التنمية الإدارية. انتقلنا فيما بعد إلى موضوع التحليل الإداري. بدأنا بالتحليل الإداري فوجدنا أن هناك ابتعادا عن موضوع التطبيق لمفهوم التوصيف الوظيفي، فلم نجد توصيفا وظيفيا يتوافق مع مهام المؤسسات ومع واقعية هذه المؤسسات، أين هي الآن وأين تريد أن تكون في المرحلة القادمة. وضعنا برنامج متكامل لمشروع بناء القدرات المؤسسية. نحن وزارة داعمة لجميع المؤسسات لجميع الوزارات، ولكننا يجب أن نعمل من خلال هذه المؤسسات. لذلك كان شعارنا عندما ندخل أي وزارة أقول لزميلي الوزير أنا أصبحت معاونا لك في هذه الوزارة، وأسمي نفسي معاونا لهذا الوزير في مشروع التنمية الإدارية. مداخلات أعضاء مجلس الشعب تمحورت حول ضرورة محاسبة الفساد الإداري وتطوير بنية العمل الوظيفي، داعين إلى ضرورة خضوع أي مرشح لأي موقع إداري إلى لجنة خبراء. متى سنرى على أرض الواقع إعادة النظر بهيكلية وأنظمة مؤسساتنا، وزارات، مؤسسات، مديريات عامة، مجالس وهيئات، منظمات وغيرها؟ هل يعقل أن لدينا خريجي إدارة لا يعملون في الإدارة؟ ما هو دور وزارة التنمية الإدارية في بناء قدرات الكوادر للمؤسسات الحكومية والجهات الأهلية والمنظمات؟ وتساءل أعضاء المجلس عن العناوين التي طرحتها الوزارة لإصلاح الوزارات والمؤسسات، وهل تمكنت من تأهيل قوى عاملة حكومية تتميز بالكفاءة والمهارة والفاعلية. وطلب أعضاء المجلس بتنمية ذهن العمل الإداري ضمن فريق العمل الواحد لما له من فائدة على الجميع في الوزارة أو المؤسسة. أقترح اعتماد نظام أتمتة للتقييم مرتبط ما بين الوزارة من القاعدة إلى رأس الهرم، ويصب في وزارة التنمية الإدارية. هذا التقييم يكون تقييم وظيفي وإداري على كافة المستويات، ليس بالتقييم الصوري الذي يتم حاليا في كافة الوزارات.
معاونين سيادة الوزراء عندنا يمكن 60-70 معاون وزير. أنا بقول توصيفهم موظف مدلل بس حقيقة عملهم لا يتناسب مع توصيف معاون وزير. هم يعملون بالواقع إما كما يريد السيد الوزير بالضبط ووفق ما يكلفهم به السيد الوزير في ملف ما محدد ووفق رؤية السيد الوزير ما بيطلع برا الخط مشان ما يزعل السيد الوزير منه، وغالبا أيضا ينظر لهم السيد الوزير على أنهم مشروع منافس محتمل. قبل تفاقم الأزمة كانت هناك كوادر وشخصيات ذات مهام قيادية عسكرية ورسمية وسلطة تنفيذية عليا وشخصيات مختلفة تتبع دورات في الأكاديمية العسكرية العليا التي مقرها القابون في دمشق، ومن هذه الدورات دورة أركان عليا للضباط الأمراء وقادة التشكيلات وكذلك دورة الدفاع الوطني. والسؤال عن طريق مقام الرئاسة، ما هي إمكانية اتباع هذه الدورة في معهد التنمية الإدارية، وما هي خطة واستعداد الوزارة لهذا العمل في إعداد أصحاب المناصب القيادية والكفاءات العالية؟ وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس، قال وزير التنمية الإدارية إن الهيكلية المؤسساتية تعتمد على مفهوم الهيكل التنظيمي مع التأكيد على أهمية التأهيل والتطوير في المؤسسات، مبينا أن الوزارة في حالة عمل مستمرة وتواصل مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنجاز هياكلها التنظيمية. نحن ما عم نحكي ما عنا إدارة عامة، نحن عم نحكي أن هناك ترهلا إداريا في هذه الإدارة العامة. مين قال كل كوادرنا البشرية سيئة؟ أنا بقول 90% ل95% من كوادرنا البشرية متميزة، وهي وطنية بامتياز، وهي صمدت في هذه الأزمة. ما في شك عنا فساد بالممارسة 5-6-7-10%، لكن تعرف شو المشكلة؟ هذا الفساد بيظهر على الساحة شو؟ بيظهر بسهولة، وهذا الفساد بيغطي الكادر البشري المتميز اللي موجود بمؤسساتنا وأنا عايش معهم. التنمية الإدارية ليست عملية تلقائية، هي مصطلح يدل على مضمون الإصلاح والتحديث والتطوير الإداري، ومن هنا تأتي مطالبات أعضاء المجلس بمعرفة معايير تقييم الأداء ومحاربة الفساد والترهل الإداري، وهذا الأمر سينعكس إيجابا على تطوير بنية العمل الوظيفي. بلال معروف، التلفزيون العربي السوري، مجلس الشعب.